اهلا وسهلا بكل اوفياء الاذاعه القريبه منكم ميد راديو، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، فقرات منوعه كتسناكم فيها مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات ومن الحيل ديال الدار. فاليوم ان شاء الله غادي نجاوبوا على مجموعه من التساؤلات اللي عندها علاقه بالديكور، مادام هي فرصه وكيكون حاضر معنا الخبير والمختص في الديكور سامي دانان باش يجاوب على كل تساؤلاتكم. فمن بعد غادي نمشيو لفقره بريكولاج وندرجوا مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات وصلنا بها اليوم من عند ناجية من وجدة، من عند خديجة أم إيمان وإخلاص، ومن عند ملكة من تيزنيت. إن شاء الله اليوم مندرجوا أفكارهم واقتراحاتهم، ومشكورين دائما كيختاروا أنهم يتقاسموها ويتشاركوها معنا. باب التواصل غادي يكون عن طريق الأرقام اللي هي 0522-46-72-51 أو 52. فمرحبا بكل طبعا الاتصالات ديالكم باسئلتكم بافكاركم واقتراحاتكم. وما تنساوش اليوم الاسئله اللي عندها علاقه بالديكور غادي نجاوبوا عليها مع الخبير والمختص في الديكور سامي دانان، دائما كيكون مرافقني وحاضر معنا في الحلقات ديال اليوم الثلاثاء باش يجاوب على كل الاسئله اللي احنا كنتوصلوا بها سواء عن طريق الاتصالات والمكالمات الهاتفيه او عن طريق كذلك الرقم 5080. وكنذكركم باش تكتبوا كلمه ماد في اول اس ام اس اللي غادي تبعثوا به، خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم او بالفكره والاقتراح اللي عندكم للرقم 5080. غادي نبقاو لحظه مع اولى اختياراتنا الغنائيه نسمعوا ليها ورجعين مباشره، فخليكم معنا. رجعنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم وبرنامجكم سيداتي سادتي اليوم مع الخبير والمختص في الديكور سامي دانان. كيف الحال سامي؟ مرحبا بك معنا. الحمد لله، بارك الله فيك. اليوم ان شاء الله يا سامي غادي نمشيو باش نجاوبوا على مجموعه من التساؤلات اللي عندها علاقه بالديكور، وغادي نمشيو على بركه الله ونبداو باول سؤال كان من عند ناعمه من سيد المختار. ناعمه قالت عندها طبله مازال جديده ديال الخشب ما فيهاش الفيرني وتراكموا فيها الاوساخ وما عرفاتش باش تقدر تنظفها، خوفا على داك الخشب لانه كيبان لها هكذاك غير عود ما فيه حتى شي حاجه، وخافت انه لا قاسوا الماء ولا هكا ممكن انه داك الخشب يتنفخ وتوقع له شي حاجه. فشنو كتنصحها سامي؟ ما عطاتناش النوع ديال الخشب. لا ما عطاتناش نوع الخشب، قالت فقط ما فيهاش الفيرني، كيبان لك عود عادي. حيت هو من الافضل لو كان ديزالين كوش ديال الفيرني كان حسن. الناس كاين اللي ما كيبغيش الفيرني لا قبل ديك لابريونس، كاين الفيرني مات كيبان كيبدا يبان لاسبي ديال الخشب، كيبقى بانه بحال ما فيهش الفيرني. يعني لو كانت بالفيرني كان احسن، وحتى في التنظيف غادي يكون اسهل. بالنسبه للحاله ديال السيده يعني كاين تقدر تستعمل الكول، ولكن ما تخويش بزاف، يعني ديرو في ان شيفون باش تحيد لي طاش. الا كانوا كيف ما بالدرجه اللي قالت بان الاوساخ تراكموا بزاف كثر، من الاحسن يعني كخصها تحك. وكنصحها انها تحك ودير لها فيرني مات. كان احسن باش غيتحيدوا الاوساخ وكتكون ديك لا بروتيكسيون. نعم، على من بعد يعني على من بعد كتقدر ديك الساعه تستعمل الطرق اللي كنا قلنا ديال التنظيف، او لا تستعمل كاريمون دي برودوي اللي كيتباعوا في الاسواق وكتكون كتكون سهله في التنظيف. واخا سامي غادي نمشيو هاد المره للسؤال ديال نهاد من طنجه. نهاد كانت وصلت معنا الاسبوع الفايت وقالت انها بغات تاخذ كويزينيير اللي غادي طيب ليها الخبز. المشكل شنو وقع لنهاد؟ الوقت اللي خرجت للسوق والماركات والاثمنه دوخوها، رجعت للدار ما بقات خدات حتى حاجه، وقالت بغات شي نصيحه من لك سامي كيفاش تختار كويزينيير اللي غادي تكون كطيب الخبز مزيان، وشنو هما الحوايج اللي خاصها ترد ليهم البال. داكور، بالنسبه للاختيار ديال الكويزينيير من شوفه كنعرفوا دابا الاغلبيه كلهم اينوكس كرومي، من شوفه من الاحسن ناخذوا اللي كنلقاو لينوكس كيكون مات ماشي بريون، اييه ما تكونش ديك لا بريونس. بالنسبه لدوك لي بلاك اللي كيكونوا في الفوق ديال الكويزينيير اللي كنعرفوا كيكونوا نوار كحلين، ماشي دوك الريوسات النحاس، لا لي بلاك اللي كيكونوا دوك لي بي اللي كيهزوا لنا مثلا اللي كانت نجره ولا الكوكوت، يعني هذوك من الاحسن حتى هما يكونوا مات. هذيك الماتيريال اللي ديك لا ماتيير اللي كتكون بها دوك لي بي ملي كتكون مات هذيك كتصبر اكثر. الفرق بينها مع الاخرى لي بريونت هذوك ما كيتصداوش، الاخرين اللي كتكون فيهم واحد لاكوش ديال لا بريونس كي الا ردينا البال كيكونوا ضعاف شويه وكيتصداو دغيا. عاود شنو المشكل في هذو اللي غلاض وقلنا ما كيتصداوش؟ ما خصهمش يطيحوا، الا طاحت كتهرس، باسكو لا ماتيير باش مصوبين دوك لي بي ديال اللي قلنا ماتو كيكونوا غلاط شويه ما كيتصداوش، سي دو لا فونت، واحد الميتال الا طاح كيتهرس. الاخر كيكون ميتال واخا يطيح ما يوقع ليه والو، مي مع الحراره مع المده ديال الطياب يعني في واحد المده وجيزه كيبان لنا بانهم بداو كيتصداو وكاريمون بحال بداو كيدوبوا، يعني كيبدا يمشي منهم بشويه بشويه، سورتو دوك الرويسات اللي كيكونوا فوق من دوك الرويسات ديال النحاس تما فين كيكون المشكل. هذا بالنسبه بصفه عامه. بالنسبه للطياب يعني كاينين لي مارك راهم معروفين، غير من الافضل ان نختاروا لينوكس يكون مات.
ودوك لي بيي اللي قلنا ديال الحديد اللي يكونوا الفوق يكونوا حتى هما مات وكيكونوا غلاض. الا هزيناهم مع البريون كتبان لنا الفرق كيبانوا لنا ثقال. نعم هذوك ما تخافش منهم الجوده مزيانه وكتبان تما كتعرف بان الجوده ديال الكويزينيا راه مزيانه. اذا لنا كانوا حتى الفرنوات وهاد الامور اللي انت شرتي ليها مزيانين فاذا حتى البلاصه اللي كطيب الخبز راه غتكون من نفس المعدن وبالتالي غتكون بجوده اللي هي عاليه وغتصبر ليها. كنتمنوا ان شاء الله هاد من طنجه دير فهاد النصيحه وغادي نرجعوا نجاوبوا على باقي التساؤلات ديال المستمعين الكرام دائما في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي وعلى ميد راديو اذاعه القريبه منكم. فاصل وراجعين خليكم معنا. ورجعنا اكيد على ميد راديو رفقه الخبير والمختص في الديكور سامي دنان اللي كيجاوب على كل اسئلتكم اللي عندها علاقه بالديكور. سامي هاد مره من بعد سؤال ديال نعيم سيد المختار نهاد من طنجه غادي نمشيو للسؤال ديال محسن من بوسكوره. ومحسن كيسولك سامي قال هو يلا خد دار مؤخرا بوسكوره وفكر على انه ديك الدار يعني يكون عندها واحد التام اشنو فكر انه تخدم كلها بالكحل وبالبيض في الصباغه وفي الخشب. فهو كيسولك الى دار هاد الفكره واش ما غاديش يلقى مشكل في الفراش. وي فكره مزيانه سورتو هو شارنا الصباغه والخشب. دابا كان سي لا توندونس كيكون الحيوط كنعرفوا لا ريسبسيون صالون دو بريفيرونس يكونوا بين كولور كلير سواء البلون ولا بلون كاسي. فهاد الحاله ديال السيد يعني من الاحسن سواء تكون بيضاء ولا بلون كاسي. بلون كاسي من ما يكونش لو بلون كاسي بالبيج بالكريم يكون كاسي بالنوار باش كيعطي واحد لو غريزاي وكيكون من بعيد كيبان لنا بانه راه بيض. هذا بالنسبه للاختيار ديال الصباغه. البيبان يديرهم بالنوار غيكون واحد كيعطي واحد المارياج مزيان ملي كيكونوا البيبان فونسي والحيوط كيكونوا كلير كيبانوا البيبان وكيعطيو واحد المارياج اللي هو مزيان. بالنسبه لهاد الحاله هذه في الاختيار ديال الفراش ما عمرو غيلقى مشكل يعني يقدر يفرش بنيمبورت كال كولور في لي بياس كاملين ما غيكونش عنده مشكل. نعطيه مثال مثلا يقدر يختار سواء لا شومبرا كوشي ديالو او لا السيجور ويدخل معاهم الكري مثلا لا شومبرا كوشي في لا تيت دو لي الى غيدير البابي بان يقدر يديروا فيه ان غري ولا غري ارجونتي ولا يكونوا داخلين فيه واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي غري اللي كيكونوا هما لي ديغرادي باش كيعطيو واحد المارياج مزيان. بالنسبه للسيجور يقدر يدخل فيه الى كان غيدير فيه بابي بان يقدر يدخل واحد البانو يدير فيه مثلا يكون فيه نوار اي بلون او لا نوار اي غري ولا يكونوا لي كولور بثلاثه. وبالنسبه للاختيار كيف ما قلت لك في الاول ديال نوار اي بلون في سورتو بور لونطري غادي تجي مزيان. الكولوار ملي كيكونوا فيه البيبان والوسط ديال الدار ملي كيكونوا كيبانوا البيبان وكيكون لي سباس كله بيض ولي بورت كيكونوا بالنوار كيعطيو واحد المناظر اللي هو مزيان. واخا نمشيو هاد المره السؤال ديال سميره اللي كتسولك سامي قالت هي في الشرجم ما عندهاش الخشب يعني داك اللي كنسميو الفدريش اللي كيكون على برا وانما عندها داك الريدو اللي كيطلع وكيهبط بواحد الحديده. فهي مؤخرا يعني قالت شاف داك الشكل اللي ولا دابا دارج بزاف وكنشوفوا في هذا البني الجديد ديال غير ديك الضغطه ديال الزر وكيطلع وكيهبط بوحديته. فهي قالت دابا بغاتو ولكن ما عرفاش ما تقول للمعلم. فهي بغات شي نصيحه منك يا سامي. داكور في هذا هو سهل كيجي المعلم اللي كيدير الالومنيوم. اذا المعلم ديال الالومنيوم كيجي الا كان ريدو سواء بلاستيك ولا اون الومنيوم وكان باقي في حاله مزيانه كيبدلو غير الموتور كيحلو من الفوق كيحيد له واحد لابياس كيجيب موتور وكيركبو وخصها تجيب لي الكتريسيان باش يدوز الخيوط ديال الضو صافي وكيخدم يعني فاسيلمون ماشي شي حاجه اللي كومبليكي. ما غاتبدلش الشرجم كامل ولا الريدو كامل تقدر تبدل الريدو في حاله واحده الا كان الريدو مهرس او الا كان بالخشب ثقيل بزاف. هنا في هذه الحاله اللي تقدر انها تبدل الريدو الا كان ثقيل بزاف حتى هو كاين الحل يعني كاينين دي موتور اللي كيسوبورتيو لو بوا. مي في هذه الحاله ما عندهاش مشكل. النصيحه اللي نعطيها هو ان الا كان صالون او لا سيجور ما توقعش الغلط اللي كيوقعوا فيه الناس كاملين كيديروا هذاك لو بوسوار ولا داك لانتيريبتور باش كيطلع وكينزل الريدو كيديروه لاصق في الشرجم. من الاحسن يكون في الدخله ديال لابياس. نقول لك علاش مثلا في الصالون بلدي كيكون الشرجم كيكون الريدو تقريبا مغطي الحيط كامل. ملي كتبغي تطلع ولا تهبط الريدو كيخصك تطلع فوق السداري وتهز الريدو وتخشي يديك باش تطلع ولا تهبط الريدو. ملي كيكون عندك مع الانتيريبتور اللي كيشعل لنا البوله ديال الصالون يعني في الدخله من الدخله كتحكم فيه ما تحتاجش تطلع حتى لفوق من الصالون. كتشعل ولا كتفضل كاين في بعض الحالات اللي كيكونوا عندنا الناس وكيكونوا جالسين في ديك البلاصه كيخصك تقول لشي واحد نوض بغيت نطلع الريدو ولا نهبطو. ملي
اللي كيكون في لونطري كيكون احسن فعلا. اذا هذه مساله ضروري نرد لها البال. هذه غير بالنسبه للسيده غادي تكون مضطره انها تصبغ الحيط لان باش يدوز داك لو ترونشي باش يدوز الكابلاج في الحيط. مي انا كنفضل كنفضل انها دير هذه العمليه بالنسبه للناس كاملين اللي باغيين يديروا لي ريدو انهم لي زانتيريبتور دوك لي بوسوار ما يديروهمش حدا الشرجم يكونوا في لونطري ديال الصالون ولا ديال لا بيس. سامي غادي نمشيو هاد المره للسؤال ديال شيماء اللي كتسولك. سامي الله يخليك, واش السدادر اللي كيكونوا مغلفين يعني الخشب كيكون مغلف بالثوب واش مازال دارجين على الموضه او لا ما بقاوش؟ وي باقيين كيداروا مي سا ديبون يعني على حساب لا بياس على حساب لو تيم اللي غنديروا فيها. باقيين كيداروا كيتسمى صالون تابيشي كيكون كله مغلف باقي دارج فيه موديلات كثار وداكشي. غير تحاول انها تختار شي موديل اللي هو يكون شويه مودرن سامبل ما كاين ما احسن من سامبل وكاين خارجين موديلات بزاف. دابا اللي غالب بزاف هو ان كيكون تقريبا لون واحد كيف الخدادي كيف الطلميطه كيف داك دوك ستادر يعني توب واحد لون واحد وكتلعب بلي بتي كوساي لي كالدو تقدر تدخل فيهم جلوينات وتقدر ديرهم كاريمو امبريمي كيكون احسن وما كما كنقولوا ما كيطلعش في الراس. واخا الصالحه من مدينه السطات كتسولك اسامي وقتاش البواني ولا دوك البوانيات ديال الباب وقتاش نختاروهم ديال النحاس وقتاش نختاروهم ديال لينوكس؟ داكوغ بالنسبه للبواني ديال النحاس اولا ديال لينوكس اولا من الافضل اننا ناخذ كاليتي مزيانه باش كنتهناو اون فوا بور توت يعني بمره واحده نعرفوا البواني حل سد مع المده الا كانت كاليتي اللي شويه دغيا كيترسوا لنا وكتكون مضطر انك تبدل. كنفضل ان الواحد ينفيسي في لي بواني والقفوله يديرهم مزيانين ويتهنى. بالنسبه للو شوا على حساب لو تيم ديال الدار بحال السيد اللي السؤال اللي قال لينا على حساب اللون بغى يدير نواغي بلون محسن من البسكوره. محسن من البسكوره من الافضل انهم يكونوا كخومي. ملي كنبغيو نديروا الصباغه تكون ما بين البيج بلون كاسي كيكون كاسي بالكريم هادو اللوينات وغادي نلعبوا تقريبا في الفراش ديال الصالون غيكون فيه شويه ديال الدوغي وكيكون عندنا الكولوار اولا الوسط ديال الدار فيهم لي بورت ديال لي زوتر بياس كيبانوا من الصالون. من الاحسن انهم يكونوا دوغي باش كتكون جالس في الصالون غالب فيه الدوغي كيعطيك واحد الغابيل من البواني. ملي كيكون عندك مثلا ما دايرش الدوغي يعني داخل لوكري من الاحسن انهم يكونوا اينوكس واخا هما لي بواني بعاد وكنقولوا يعني كاينين مع لا بورت ملي مي هذاك ديك لارموني اللي كتوقع ما كتكون ما بين الصالون ولي بواني حتى هي كتزيد يعني كتبين لنا لي سباس ما كيبقاش داك لو شوك يعني كل شيء عندك بلوغري كيبان لك بواني كيبان لك دوغي. سؤال مزيان اللي طرحته السيده. نعم تبارك الله عليك سامي. وغادي نمشيو هاد المره لفقره بريكولاج بمجموعه من الافكار ومن الاقتراحات. واول اقتراح غادي نبداو به اليوم هو من عند ناجيه من وجده اللي كتقول انا بغيت نفيد المستمعين ديال برنامج سيداتي سادتي بواحد الصابون اللي هو اقتصادي للتصبين ديال الحوايج. اشنو غادي نحتاجو فيه؟ غادي نحتاجو فيه الصابونه ديال الحجره اللي كتكون كبيره وكنحكوها في الحكاكه من بعد كناخذوا داك السطل اللي كيكون شويه كبير وكتقول هي نصيحتي لكم انكم تستعملوا داك السطل اللي عاده كنديروه للسفوف او للسلو الا كان عندكم. فكتقول خذوا داك السطل حكوا فيه صابونه كبيره ديال الحجره ومن بعد ضيفوا عليها زوج لترو ديال الماء ما اللي كيكون طايب يعني واصل الدرجه ديال الغليان. سدوا داك السطل بالغطاء ديالو. هادشي علاش قلنا داك السطل اللي هو معروف كيكون عند السيدات باش كيديروا فيه داك السلو ولا السفوف فهو كناخذوه وكنحتاجوا انه نغطيوه يعني كيكون عنده الغطاء كنخليوه مغطي المده ديال 12 ساعه. من بعد فاش كنجيو صباح كنلقاو ولا تماما الشكل ديالو عامل بحال الصابون البلدي. ديك الساعه كنضيفوا عليه 5 ديال الكيسان صغار بالعبار ولا القياس ديال كاس العنبه من المسحوق باش عاده كنصبنوا. كنضيفوا عليه 2 ديال الساشيات ديال داك المعطر ديال الارضيه مع 5 يطرو يعني اخرى ديال الماء طايب ما اللي كيكون واصل درجه ديال الغليان. كنحركوا مزيان هاد المكونات كامله وكنعاودوا نغطيو داك السطل بالغطاء ديالو وكنخليوه المده ديال 12 ساعه. من بعد كتقول غادي تلقاو انه جمع ولا جمد كتبداو كتهزوا منه داك العبار ولا القياس اللي غادي يقدكم في التصبين ديال الحوايج وجربوه وردوا الخبر عليا. فكتقول ناجيه من وجده لانه اقتصادي كيعطيكم تقريبا 7 يطرو يعني اللي كتبقى عندكم وكتكفيكم واحد المده ديال شهور طويله وكتهنوا ما كتبقاوش كل مره المسحوق تقادى وما بقاش. والاهم على انه فعال على الطبايع. وحتى هنا بالنسبه لهاد الحيله اللي عطاتنا ناجيه بما انه استعملنا صابون الحجره وبزاف ديال الناس ما كيبغوش ديك الرائحه ديال صابون الحجره فهنا هرسناها ما بقاتش
لانه استعملنا داك المعطر ديال الارضيه وعندنا الاختيار انه نقدروا نختاروه مثلا بروحد الخزامه بالورد بالحامض ديك الساعه حسب الذوق ديال كل واحد. اذا اعيد مره اخرى بالنسبه للطريقه هي سهله. كناخذوا سطل اللي كيكون عنده الغطاء ديالو، كنحكوا فيه صابونه كبيره ديال الحجره، وكنضيفوا زوج لترو ديال الماء اللي كيكون طايب باش كيساعدنا على داك الصابون كيدوب. كنغطيو داك السطل اللي فيه الصابون مع الماء وكنخليوه مغطي لمده ديال 12 ساعه. من بعد كنضيفوا عليه 5 ديال كيسان صغار بالقياس ولا العبار ديال كاس العنبه من المسحوق اللي حنا عاده كنصبنوا به الحوايج، مع زوج ديال الساشيات من المعطر ديال الارضيه اما خزامه اما ورد واما حامض. وكنضيفوا كذلك 5 لترو ديال الماء اللي كيكون طايب، يعني الماء كيولي عندنا في المجموع 7 لترو. كنخلطوا هاد المكونات كامله وكنعاودوا نغطيو داك السطل وكنحسبوا ليه المده ديال 12 ساعه باش في الاخير كنحصلوا على واحد الخليط اللي هو كيتجمع وكيجمد، وكنبداو كنهزوا منه ديك الكميه اللي غادا تكفينا باش نصبنوا الحوايج. والجميل كتقول ناجيه على انه فعال على الطبايع واقتصادي، وكيصبر لكم واحد الشهور اللي كتكون طويله بزاف وكتهناو من داك الصابون او داك المسحوق باش كتصبنوا. غادي نمشيو هاد المره لاقتراح اخر من عند خديجه ام ايمان واخلاص. خديجه كتقول بزاف ديال الناس في الفصل ديال البرد كيبغيو مثلا من ضمن الشهيوات اللي كتكون عندهم بزاف في الكوزينه هي القطنيه، واللوبيا من ضمنها. فاليوم خديجه ام ايمان واخلاص قالت انا بغيت نتشارك ونتقاسم مع الحادقات ديال برنامج السر ديال اللوبيا البيضاء الا بغيناها تجي لذيذه. فكتقول اول حاجه قبل ما كنديروا ديك العطريه الخاصه بها كيخص اللوبيا نسلقوها بوحديتها مع ضريسات ديال الثومه اللي كيكونوا محكوكين، كنحكوهم باش كيطلقوا ديك النسمه ديالهم حتى كنحسوا بها شويه يعني طابت ديك الصطيبه، عاد كنديروا ديك العطريه اللي هي معروفه ديك مطيشه محكوكه القزبر والمعدنوس الثومه مليحه سكينجبير وحتى بالنسبه للابزار والتحميره. ولكن السر عند خديجه ام ايمان واخلاص انها كتضيف واحد الطريقه ديال القرفه، قالت انه ديك القرفه هي اللي كتعطي واحد النكهه واحد المذاق اللي هو خاص بزاف اللوبيا، وممكن تهرسوا حتى ديك الملوحه والحروره بواحد راس ملعقه صغيره ديال السكر سنيده. داك السكر سنيده مع ديك الطريقه ديال القرفه هي النسمه اللي كتخلي ديك اللوبيا البيضاء كتجي لذيذه وكلشي غيسولكم باش طيبتوها. نمشيو هاد المره من بعد اقتراح خديجه ام ايمان واخلاص لاقتراح اخر من عند ملكه من تيزنيت اللي كتقول بزاف ديال الناس الوقت اللي كيصيبوا الفقاس في الدار فغالبا كيكون مشكل في التقطاع، يعني بمجرد ما كنجيو نقطعوه فهو كيتهرس كامل وكتضيع لنا واحد الكميه اللي كتكون كثيره بزاف. كتقول ملكه من تيزنيت المشكل فين كاين؟ كاين في اللوز اللي حنا كنديرو في داك الفقاس، هو اللي كيخليه ملي كنجيو نضربوه بالموس او بداك المنشار باش نقطعوه فعاده ما كيتهرس كامل لانه كنطيحو في ديك اللوزه اللي كتكون. فشنو كتنصحنا ملكه؟ كتقول داك اللوز اللي فيه المشكل هو اللي غادي نعالجوه. اشنو كنديرو؟ كناخذوا ديك الكميه ديال اللوز اللي حنا غادي نديروها في الفقاس كنقسموها على جوج وكنبيتوها في مظهر، يعني كترطب في داك مظهر حتى الصباح، عاد ديك الساعه كنخلطوها مع باقي المكونات. زائد انه بالنسبه للبيض ما ندهنوش نهائيا داك الوجه ديال الفقاس ما ندهنوش بالبيض، وانما عوضوه بالحليب اللي كيكون مخلط ولا منسم شويه ديال الغبره ولا داك المسحوق ديال الكاكاو. عوض ما نستعملوا صفر البيض مع ديك القهوه السريعه الذوبان. كتقول ملكه من تيزنيت حاولوا انكم تجربوا الحليب اللي كيكون مخلط مع داك البودره ولا المسحوق ديال الكاكاو، فهما زوج ديال الحيل هما اللي كيخليو داك الفقاس ما كيتهرش وما كتضيعش لكم كميه اللي هي كثيره. زائد واحد النصيحه اللي هي معروفه عند بزاف ديال الحادقات، الفران يعني لما كنديروا داك الفقاس الفران يكون بارد، يعني ماشي كنتسناو داك الفران حتى كيسخن عاد كنبداو كنطيبوا في الفقاس، لا هذه مساله خاطئه. من الاول كنديروا الفقاس وكنسدوا الفران وكيبقى هو كيسخن وهو كيطيب داك الفقاس، لانه بزاف ديال السيدات كيكون حتى مشكل كيطيب داك الفقاس غير من الوجه ديالو وفي الوسط كيبقى خضر، فكيكون عاده هذا هو المشكل اللي خصنا ما نطيحوش فيه. شكرا لك ملكة من تيزنيت، شكرا لخديجة ام ايمان واخلاص، وشكرا للناجية من وجدة. مرحبا بتواصلكم معنا او في انا على 0522 46 72 50 51 او 52. اليوم اسئلتكم اللي عندها علاقة بالديكور حنا كنجاوبوا عليها مع الخبير والمختص في الديكور سامي دنان، ودائما على ميد راديو الاذاعة القريبة منكم. فاصل وراجعين خليكم معنا على 0522 46 72 50 51 او 52. مرحبا بتواصلكم معنا مستمعينا الكرام. غادي نشوف مكالمة نتواصلوا مع ام سعد على الخط معنا. اهلا وسهلا بك ام سعد. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس الله. مرحبا بك. بارك الله فيك. كنشكركم على هذا البرنامج بزاف. العفو ام سعد مرحبا. بغيت نسول الله يخليك الخبير سامي دلال. عندي واحد المشكل في الفليج عندي فيه السيما. ما بغاوش يتحيدوا لي تخاص ديالها. شنو ممكن ندير؟ زليج الارض ولا الحيط؟ لا زليج الارض. يلا وكثيره؟ نعم كثيره سيدي.
دابا كيكون مشكل. هادشي علاش كننصحو ديما ملي يكونوا عندنا لي طرافو في الدار سورتو جوج ليج ديال الارض نردو معاه البال. دابا المعلمين كيبداو يخلطوا السيمون فوق الارض, فدائما سامي كيقول ما نخليوش المعلم يخلط فوق من وي فوق من السليج. علاش؟ حيت هو ملي كيخرج كيبقاو دوك لي تراس, ملي كتجي كدير الميناج عاد كيبداو يبانوا لك. هنا كاين مشكل. الحل ديالهم هو كناخذوا غراتوار اللي هو موس ديال الصباغ, وكيخصها تبدا تغراتي ملي كيكون كثير. غادي دير ليسونس اللي كيتخلط به الصباغه اللي هو الوايت سبيريت, وغادي تخوي على واحد لابارتي تخليها واحد شويه بحال تشرب, وكدير داك الغراتوار وتبدا تغراتي بشويه بشويه, حيت صعيب شويه باش غادي تحيدها, ما كتحيدش فاسيلمون سورتو ملي كتكون لا كونتيتي كثيره. ما نصحاش باش تستعمل المقاطع, هو فعال كيحيدهم ولكن غيحيد لهذيك لابغيونس سورتو الا ما عرفاش تخدم به. واخا نمشيو هاد المره مع ام سعد باش نتواصلوا مع هدى على الخط معنا. اهلا وسهلا بك هدى. اهلا اختي عائشة. هدى الراديو اللي حداك رجاء نطفيه ولا بعدي عليه, طفي الراديو يا هدى. مرحبا بك هدى. عافاك, عندي واحد السؤال. شريت واحد ساك ديال الجلد. اشنو شريتي؟ واحد ساك ديال الجلد. ساك ديال الجلد ويلا بغيت نلبسو باش ندير ان بارفان ديال الفاني وقاسولي. وبقات دابا واحد لاطاش واضحه على الساك, ما عرفتش كيف ندير لها باش نحيدها. واخا هدى ان شاء الله نجاوب على السؤال ديالك وشكرا لك تواصلتي معنا. حنان على الخط هاد المره من الداخله, مرحبا بك حنان. ربي يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عافاك, بغيت نسول سمي دلال على التفريشه ديال الصالون. بغيت ندير يلا بغيت نفرش حيت يلا تحول لواحد الدار, واش ندير البونج العالي ولا ندير سداد الحسن؟ ويقول لي اللون ديال الطلامط اللي غيناسب, مع العلم ان الصالون فيه مضوي فيه ثلاثه الشراج و 4 متر على 4 متر و 70. اللون ديال الصباغه, اللون ديال الصباغه حنان بلون كاسي. بلون كاسي داكو. دابا واش ندير البونج العالي ولا ندير السدر احسن؟ هو من الاحسن انك دير السدر. وبالنسبه لدوك لي بونكيت يعني ما ديرش البونج الا كنتي دير المضارب اللي كيكون فيهم الغوصه كان احسن, هما صحيين. وثاني حاجه سورتو كنعرفوا الاقاليم الجنوبيه كتكون الحراره بزاف, البونج كنعرفوا كيرد السخونيه, يعني من الاحسن يكونوا دي بونكيت غوصو كان احسن, حتى في المنظر ديالهم كيعطيو احسن. يعني من الافضل انك دير الخشب وديري المضارب بالروسور كان احسن. بالنسبه للون ديال الصالون, بالنسبه للون غادي تشوف اللون اللي ما يمكنش غادي نقترح عليك الوان, لان ما عرفتش الذوق ديالك كيفاش دير. هو ديما القاعده اللي كنقول ديما غتمشي وتشوف الثوب اللي متوفر عندكم في السوق تما, وتشوف اللي اللون اللي انت يعجبك داكو غادي تعز ليه. بالنسبه عندك بلون كاسي في الحيط راه ما عندكش مشكل في اللون, يعني اي لون درتي غادي يجي مزيان. اهم حاجه هو داك التناسق ديال الالوان, ملي نديرو ناخذو تويب غير من الافضل انه ما يكونش مشارجي بزاف. تاخذ الوين وغادي تاخذي الارضيه ديالو, الا كانت بيج ولا كانت بلون كاسي ولا دوغي, الارضيه هي اللي غتخليك باش تختاري عليها الريدو, وغتختاري عليها الزربيه. الا كانوا شي لوينات اللي ما باينينش بزاف في الثوب, مثلا دي فوا كيكون الثوب كله بلون كاسي وداخلين فيه لوينات اللي غير شيشات قلال, بغينا نبينوهم غديرهم بلي بتي كوسان ولا لي كالدو كيما كنشير ديما, هما دوك الخدادي الصغار اللي كيكونوا مستطيلين كيكونوا طوال. يعني تقدر تدخل دوك اللوينات اللي كاينين في الرشيشات في الثوب تدخلهم. هذه عطيتها قاعده حيت ما يمكنش ليا نعطيها اللون اللي غتعزل. ما عرفتش واش تلقاهم تما عندهم في السوق. المهم انه عندها الاختيار مفتوح, يعني عندها الاختيار مفتوح ما عندهاش مشكل, ما تلقاش مشكل. غادي نرجعوا معكم دائما او في انه حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي على ميد غاديو, فقط نتوقفوا مع اختيار غنائي سمعوا لي ورجعوا مباشره فابقوا معنا. ورجعنا على ميد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم في التواصل معكم مستمعينا الكرام. هذه المره غادي نمشيو المكالمه بشرى على الخط معنا. اهلا وسهلا بك بشرى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله بشرى. عواشر مباركه انت علينا وعليك ان شاء الله بكل ما كتمنى يا بشرى. بارك الله فيك اختي. عندي واحد جوج ديال الاسئله عشت على خاطرك. الله يخليك. عندي واحد في التخره ديال الدار, عندي واحد سيجور داير فيه ان ال, يعني سدر في النواغ باتيسري بالنواغ وطلمط في النواغ. بغيت شي طلميطه, ما بغيت نصيحه ديال الاخدام نعطيني شي ديال شي طلميطه اخرى في الرأي ديالو.
داكو تبغي تخلي النوار وبغيت دير تبدل بغيت نخلي السداري اللي مغلي بالكوير اون نوار بغيت نغلف غير بغيت انا بغيت ندير غير الميطه والمخاد داكو فهاد الحاله غتشوف اللوينات اللي كيمشيو مع النوار بالنسبه للدخله ديال الدار انا كنفضل باش تبقي في شي لوين اللي ما يكونش كنقولوا شاعل ما يكونش تما داكو من الافضل تبقي في الكري دير ان كري غادي يجيك مزيان الكري يعني بالدرجات ديالو كاملين سواء مفتوح او مغلوق كلهم كلهم غادي يجيوك مزيانين نعطيك مثال مثلا غدير التلميطه والخدادي بكري اوني سامبل سواء بون طوال ولا بالفلور مبره ولي بتي كوسان تقدر ديرهم امبريمي يكونوا دي بتي كوسان امبريمي يكون لو فون ديالهم بيض وداخل فيه النوار او اللي يكون لو فون كري وفيه امبريمي بالنوار هذا اقتراح واحد اخر تقدر دير التلميطه تكون بالكري ولي كوسان يكونوا امبريمي لي كوسان كبار ديرهم بالثوب اللي يكون امبريمي يعني بهاد اللوينات اللي عطيتها هذا غادي حتى في المارياج ديالو غادي يكون مزيان واخا مازال معنا بشرى قلتي عندك سؤال لا لا وي معك على الخط عندي لا اون فاس معاه كاين صالون صالون صبغاه بالصوم وبتدلك ودايره فيه طوميطه تاعي بلديه بالكرونه ديال المبره وبغيت شي طوميطه اخرى باش نبدل يعني النصيحه ديال النغمه عندي الريدو في الدوغي دوغي بيل وعندي الزربيه في الكرونه واخا انا بعدا نعطيك سؤال قبل ما نجاوبك بالنسبه للحيط صبغاه بالصومو بالنسبه لك ملي كتشوفي الصالون الكرونه والصومو كي كيجيك كيجي زوين كيجي داوي هاد البيت اصلا عندي داوي وملي كنشعل الضوء شحال كيجي ضوء اكثر داكو المهم كما كنشير انا ديما هي مساله الضوء بالنسبه للصومو من الافضل ان ملي كاع الا كان عندنا الصومو في الصباغه كاين الباج كاين لورانج كاين مارون فير بيستاش هادو لوينات كيقدروا كاع يكونوا يقدروا داخلين جوج ولا ثلاثه لوينات منهم كيقدروا يدخلوا في التلميطه باش كيتماريو مع السومو حيت صعيب باش ندخلوا معاه لون اخر الا كنتي باغا تبدلي يعني عندك هاد اللوينات عندك الارض تكون باج ولا بلون كاسي او لا دوغي عندك يكون داخل لورانج فير بيستاش وشرشيشه ديال المارون يعني هادو اللوينات اللي تقدر ديرهم وغادا تكون تفريشه احسن باش كيعطيو واحد المارياج مزيان مع الحيط واخا نمشيو هاد المره من بعد بشرى في مكالمه اخرى معنا حليمه هاد المره اهلا وسهلا بك حليمه اهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله نسول لك دابا حنا عندنا صالون صالون كبير وانفاس معاه كاينه بتي سيجور صالون فيه 7 متر على 4 كذلك سراجم والبتي سيجور فيه 3 على 3 وجمعهم واحد البتي هول دابا الصالون عندنا حنا فيه تريال وسط دايرين القبس ومنقوش ومصبوغ بالدوغي وعندنا لي زابليك وصالون سيجور البلافون ديالو مجموع مع الهول عنده تريا وحده وواحد لابليك دابا حنا نمسبوه هو بالبلون كاسي وفيه الكلامب اللي غادي نديرو فيهم شوية تاع البلون كاسي مع غرنا والغوج واحد الغوج بارد وبغينا نديرو لي تقريبا لي ميم كولور في سيجور سوف كو المشكل اللي عندنا هو في التريات مازال ما عرفناش بالضبط واش التري حيت جوج واحد غيكون بيان سور تقليدي والاخر غادي يكون رومي رومي واخا بالنسبه للتريه ديال الصالون البلدي من الافضل انها تكون يا اما تكون كريستال او لا تكون النحاس ديال النحاس وفيها لي كريستو راه موجودين دابا في الاسواق هذه غتجيك مزيانه بالنسبه للصالون بالنسبه للسيجور الا قدرتوا كاع تحيدوا كاريمون التريه وديروا غير لي سبوت كان احسن لي سبوت كيعطيو الضو حسن سورتو بوغ ان سيجور وغادي كيكونوا غادي تكثرهم واخا تكثروهم راه لا كونسوماسيون ديالهم قليله حيت دير فيهم بولات ليد الضو غادي يكون مزيان وحتى في المنظر ديالو غيكون حسن علاش حيت دابا السيجور محلول على الصالون غادي نديرو تريا مثلا روميه اللي غادا تمشي لنا مع السيجور غنديرو وحده بلديه في الشوفه ما كتكونش ديك لارموني يعني من الافضل ان السيجور من الافضل انك دير فيه دي سبوت والصالون البلدي دير فيه تريا اللي تكون نحس اه
داكو. عفاك بغيت غير نسولك بالنسبة لطلامك، حنا قلنا مع طلامك ديال الصالون البلدي فيه هو دوك التلميطة فيها دوك لي غير غاديين بالطول ولي كويسان الكبار فيهم وردة كبيرة، الموتيف ديال الوردة كبير. نحنا غادي نديرو في صالون صغير غادي ناخد داك ديك لاكولوغ لو روج اللي بارد هو اللي غادي نديروه كوم كولوغ اوني بالنسبة للبتي سيجور. وعندنا فيه كوانات مع الصالون صغير مخدوم بالتابيسري، وفيه دوك الكوانات ما جاش ريكتانغولير، جا داير دونك قلنا واش زعماك ان بوني دي اننا ناخذوا لا كولور اوني اللي كاينه في التلميطه البلديه ونديروها هي لا باز ديال. شنو هما لي كولور اللي عندك في التلميطه البلديه؟ فيها لو روج، ان روج بارد، وهي ارضها بلون كاسي وفيها شويه ديال الدوري دي موتيف هكا، وغرونا. الا لقيتي ديري هاد السيجور هذا ديريه بالبلون كاسي كان احسن، واخا يكون ديغرادي عليه شويه يعني فونسي عليه واحد شويه ماشي مشكل، يكون كله يعني لا طبالي لا طلميطه لا لي كوسان، ودخلي دي بيتي كوسان اللي يكونوا فيهم الوينات اللي يديروا الغابيل ديال الصالون كان احسن. الا درتي شي كولا اخرى اللي هي شويه بحال دابا البوردو ولا الغوج ولا ان كولور من هذوك اللي عندك، غادي يجي بحال تقريبا نفس الصالون. حنا كنقولوا غير باش يكون الغابيل باش ما يكونش، وملي كتكون ان كولور ديال الارضيه كتكون احسن. العفو، شكرا لك حنيمة تواصلتي معنا. سامي غادي نمشيو بسرعة لبعض من الرسائل ديال اس ام اس. سميرة من مدينة فاس كتقول لك سامي الا كان عندنا صالون فيه ماغون مع بلو سيال وقبالته جا بيت الكلوس، اشنو اللون ديال الطلامط اللي غادي يتماشى مع هاد الالوان ماغون مع بلو سيال؟ دير ان باش يكون باج. وي علاش؟ حيت الباج كيمشي مع البلو سيال او لا تيركوا والمارون، يعني ملي كنقدروا كاع كنلقاو الثوب اللي كتكون الارضيه ديالو باج وكيكون فيها رشيشات ديال التيركوا او البلو سيال غالبا كتكون تيركوا مع المارون. واخا هاد المره نمشيو للاس ام اس اخر من عند نجلاء اللي كتسولك اسامي، كتقول انا بغيت نعرف الباتشورك لانه كنت واحد الوقت خدمت به بزاف ودابا عندي في الدار كامله، واش اسامي يحتاج اني نبدلو ولا لا هو مازال طوندونس مازال دارج على الموضه ما كاينلاش؟ وي مازال الباتشورك مازال دارج على الموضه، غير سا ديبون توب باش مخدوم. يعني الباتشورك مازال كاين كيتبدل هو غير بالنسبه للثوب، يعني الموتيف وعلى حساب لاكاليتي ديال الثوب هي اللي كتبدل. واخا نمشيو هذه المره كذلك الاس ام اس اخر من عند حجيبه كتسولك اسامي بالنسبه للبالكون اللي كان فيه الطول بزاف وما فيهش العرض كيفاش نقدر نستغله؟ قالت هي عندها بالكون كبير بزاف تقريبا هي قالت جامع ثلاثه ديال البيوت وهو جا مشروك ولكن مخليه غير هكذاك ما عارفاش كيفاش تستغله، شنو تقدر دير فيه؟ خصني نعرف شحال من حله فيه، واش كيطلع غالبا غيكونوا كيطلعوا عليه البيوت. بالنسبه للبالكون فحال هكا ما عرفتش العرض، يعني الا كان فيه العرض واحد شويه يعني كتقدر دير اون طابل بالكراسه ديالها، تقدر وسورتو الا كانت لافي مزيانه كتقدر تفطر فيه تقدر تاكل فيه كدير فيه كليسه سواء اون سالا مونجي سواء كيكونوا جونغ دو شيز مع اون طابل باس كتقدر تجلس فيه في باغ اكزومبل في العشيه تاخذ فيه قهوه ولا. وإلا كان فيه مازال شويه ديال العرض زيد فين دير دي بلونط، من الاحسن ان يكونوا فيه دي بلونط، هو المهم هو يكون مسبوغ مزيان والارضيه تكون مزيانه. الارضيه سواء تكون الا كانت غادي تصلح يعني غتصلح لي سباس سواء افي باركي سواء تكون ماشيه مع الارضيه ديال الدار او لا كاريمون الا كانت ما بغاتش دير دي ترافو كتقدر وكانت الارضيه ما مزياناش كتقدر كاين واحد جونغ دو بحال ماشي موكيت هو ولكن هو غازون ارتيفيسيال غازون ارتيفيسيال كيتباع بالمتر كاري كتقدر تفرشو تما كيعطي ملي كدير معاه لي بلونط كيعطي داك التمويه وكي لسباس يعني ملي كتزيد فيه ديك الخضوريه كيطلع مزيان. شكرا لك، الف شكرا الخبير المختص في الديكور سامي دنان على كل المعلومات وكل النصائح اللي دائما كتفيد بها الاوفياء ديال ميد غاديو. مشكور مره اخرى سامي دنان. حنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي تسنى، وان شاء الله مزيد من الافكار ومن الاقتراحات في الحلقه ديال غدا، وما تنسوش على انه التواصل معنا كيبقى دائما من خلال صفحه البرنامج كتبوا سيداتي سادتي بلغتنا العربيه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وما تنسوش كذلك زوروا مجله المغربية بامتياز موقع لالمولاتي بوينما اللي كتلقاو فيه كل ما يفيدكم من موضة ديكور أفكار تاويل اقتراحات الصحة العلاقات الاجتماعية والأسرية، كذلك ما عليكم إلا تزوروا لالمولاتي بوينما. لكم أطيب وأرق تحية من عفاف ماجد كانت معكم في الإعداد والتقديم، مجدولين علم الإدريسي رفقتني في الإخراج، وسامحة مشكورة في استقبال مكالماتكم. شهية طيبة، إلى اللقاء.